أهلا بكم جميعا أعزائي المشاهدين في حلقات جديدة بالفيديو. سأتناول سفر دانيال. سفر دانيال النبي هو يعني سفر يختص بالأحداث الأخيرة أو نبوات تخص الأيام الأخيرة. نقدر نقول عليه يعني سفر أخروي، يعني بيتكلم على الأشياء التي ستحدث في النهاية التي تخص أيامنا، وأيضا هو يتماشى أو هو قاعدة وهو أساس أيضا لسفر الرؤيا، وهو آخر سفر في الكتاب المقدس. طبعا دانيال النبي شخصية مرموقة جدا بين الإخوة المسلمين، وأيضا نبي معترف به لبني إسرائيل، وأيضا يؤمن به المسيحيون، فهو في الأديان الثلاث له مركز أدبي وأيضا ديني عظيم ومعتبر. الآن سنبدأ في أول إصحاح من إصحاحات سفر دانيال، وهو يعني سفر يتكون من 12 إصحاح أو 12 فصل. الفصل الأول بيبتدي ببداية يعني صعبة أو مؤلمة، بداية فيها شيء من المأساة، وهو السبي أو الهزيمة، هزيمة سبط يهوذا وهو المملكة الجنوبية من بني إسرائيل على يد نبوخذ نصر الملك البابلي الملك الوثني الذي هاجم على سبط يهوذا وهزمهم، وأيضا خرب الهيكل وسلب وأخذ الآنية الغالية، آنية بيت الرب، وأيضا سبى يعني أكبر أحسن وأقوى الشباب. خلينا نقرأ البداية. بداية الإصحاح بيقول إيه؟ في دانيال 1:1 من أول عدد 1: في السنة الثالثة من ملك يهويقيم ملك يهوذا، ده كان ملك لسبط يهوذا، ذهب نبوخذ نصر ملك بابل إلى أورشليم وحاصرها، وسلم الرب بيده يهويقيم ملك يهوذا مع بعض أنية بيت الله. طبعا بنتوقف ونتعجب إزاي الله سلم بيده يهويقيم، إزاي ربنا بيساند هذا الجيش الوثني ويعطيه النصرة على الشعب الله. طبعا هنا بنجد ان بسبب ارتداد شعب الله وتقلدهم بالشعوب الاخرى في عبادة الالهة المزيفة الكاذبة، الله اراد ان يعاقب شعبه وحذرهم كثيرا ان ستحدث حرب وستهزمون على يد البابليين، ويجب عليكم ان تستسلموا لئلا تكثر الخسائر. فهنا كان عقوبة، وبابل ما هي إلا عصا تأديب في يد الرب. الرب دايما بيأدب أولاده، لأن بيقول من يحب الرب يؤدبه ويوبخه، زي الأب، الأب بيأدب الابن ما بيأدبش طبعا أبناء الغرباء، أدب ابنك وابن غيرك لا. طيب تعال نشوف بعد كده حصل إيه. إن من ضمن الشباب الذين سبوا أو أسره كان دانيال وثلاث فتية، دول أسره في بابل وكانوا من النسل الملكي ولهم منظر جميل وأيضا صحة رائعة. بنجد أن الملك بذكائه أراد أن يدرب بعض الشباب لكي يخدموه في القصر، ولم يكن عنده أي حساسة أو أي يعني اعتراض ان يكون من ضمن هؤلاء الشباب من الدولة المهزومة اللي هي دولة اسرائيل او سبط يهوذا. فكان في دانيال، ومعنى دانيال يعني الله ديان، حنانيا يعني يهوى يتحنن، ميشائيل يعني من مثل الله، عزاريا يعني الله عوني، يعني كلها الأسماء بتحمل
نوع من الإيمان الضمني في الأسماء، الإيمان بالله العلي القدير الحي القيوم. لكن نجد أن الملك، وأيضا لما أراد أن يدرب هؤلاء الشباب، حب أن يزيل أو يمحو الهوية الدينية لهؤلاء الشباب تدريجيا بأن يغير أسماءهم. فغير أسماءهم إزاي؟ خلى دانيال اسمه بلتشستر، يعني كان دانيال اسمه الله دياني، سماه بلتشستر، ده اسم كلداني معناه ليحفظ بيل حياته، بيل ده طبعا إله وثني. شدرخ اسم بابلي معناه الأمر بيد أكو اللي هو إله القمر. ميشخ اسم بابلي معناه من هو مثل الإله أكو. عبد ناغو اسم بابلي ربما يقابل عبد الإله نب. يعني دانيال بقى اسمه بلتشصر، يعني يحفظ بعل حياته. حنانيا اللي هو معناه ان الله يتحنن، خلوه شدرخ اللي هو الامر بيد اكو. ميشائيل اللي هو من مثل الله، خلاه من مثل الاله اكو. عزار يعني الله عوني، بقى اسمه عبد ناغو، يعني عبد الاله نبو. بعد كده قال لهم هيبقى هديكم حصه وهديكم تعيين او يعني غذاء من الملك، طعام يعني عشان تبقوا اصحاء واقوياء، وهديكم تدريب وتعليم، وفي الاخر يبقى في امتحان بعد 3 سنين. فهنا بنجد ان دانيال وزملائه الثلاث قابلوا امتحان صعب. والامتحان هو ايه؟ ان ياكلوا لحوم نجسه، ويعني غير مسموح بيها على حسب الشريعه الالهيه اللي موجوده في لاويين 11، مثل اكل الخنزير وطبعا الارنب والجمل والاشياء دي، والى جانب شرب الخمر، والخمر ايضا محرم في الاديان الثلاث، في الاسلام وفي ايضا في اليهوديه والمسيحيه. فدانيال بكل حصافه وبكل دبلوماسيه طلب ان يعفوهم من هذا الاكل، ان لا ياكلوا من اطايب الملك ولا بخمر مشروبه. طبعا اللي هو الشخص المسؤول عن تقديم الأطعمة خاف، قال ده كده ممكن الملك يقطع رقبتي لو لقاكم أهزل أو أضعف أو أنحل من الآخرين. فدانيال بكل إيمان وثقة قال له طب جربنا 10 أيام. عنده ثقة كبيرة إن الأمانة، أمانة لله، هي سبيل الصحة والنجاح والانتصار. فقال جربنا 10 أيام، شفنا لو احنا اهزل يبقى انت ليك حق تعمل اللي تعمله. ففعلا جربهم 10 أيام وادالهم اكل نباتي عبارة عن بقول، عدس، لوبيا، فاصوليا، اشياء يعني كلها بقول. وزي ما احنا عارفين الاكل المثالي اللي كان في جنة عدن هو كان عبارة عن اكل نباتي، وكانت الاعمار اعمار طويلة جدا، توصل قربت على 1000. فبعد كده الخمر ما قالوا مش هنقدر نشرب خمر، نشرب ميه. جربنا 10 ايام، فبعد ال 10 ايام لقاهم اسمن واحسن. يعني بصراحه دي فعلا انتصار كبير قوي. اما دانيال فجعل في قلبه ان لا يتنجس باطايب الملك ولا بخمر مشروبه، يعني اعتبر الاكل اللي هو ضد اللي هو المسموح به حسب شريعة ربنا يعتبر نجاسة، يعتبر خطية، لأن الجسد ده هيكل ملك لله. بس بعد كده بنجد إن بعد ال10 أيام لقى، يقول لك ظهرت مناظرهم أحسن وأسمن لحما من كل الفتيان الأكلين من أطايب الملك. فالملك فرئيس الخصيان قال خلاص ما دام انتوا كده صحتكم كويسة أنا مش هخاف، واديكم البقول واديكم الميه بدل الخمر والقطايب الملك واللحوم النجسه. بعد كده بنجد ان الملك حب يمتحن بنفسه الشباب، كل الشباب، الشباب طبعا اليهودي والشباب اللي هو البابلي. فبنجد ان عند نهايه الايام
والملك لما ابتدى يسألهم في دانيال واحد بنجد النتيجة كانت يعني مشرفة جدا ورائعة. بيقول ايه؟ في كل امر حكمة فهم الذي سألهم عنه الملك وجدهم اللي هو تلات فيديو دانيال 10 أضعاف فوق كل المجوس والسحرة الذين في كل مملكته. يا سلام، فعلا زي ما قال الكتاب كان الرب مع يوسف وكان رجلا ناجحا. هنا برضه نقول ايه؟ كان الرب مع دانيال ومع شدرخ وميشخ وعبد الناغو، فكانوا رجالا ناجحين. فبعد كده كان دانيال الى السنه الاولى لكورش الملك. طيب هنا بنجد ان الملك لقاهم احسن من الباقيين 10 أضعاف. 10 أضعاف يعني ايه؟ يعني لو جه 10 أسئلة نجد ان التلات فتية يجاوبوها مع دانيال 100% وصح بدون اي خطأ، بينما باقي الشباب ممكن يجاوبوا سؤال 1 من 10. يعني 10 أضعاف فعلا نتيجة عظيمة. ربنا بيساعد دايما أولاده، وهو قال إني أكرم الذين يكرمونني. فالسحب بدأ بمأساة، مأساة الهزيمة، مأساة الانكسار أمام الجيش البابلي بقيادة الملك نبوخذ نصر، لكن في الآخر بنجد في بارقة أمل وفي أيضا نجاح وأيضا في شيء مفرح جدا، نتيجة مفرحة عندما دانيال وزملائه تمسكوا بطاعة ربنا وربنا أكرمهم بالصحة الجسدية وأيضا التفوق العقلي والنجاح الدراسي. فده يبين قد إيه إن نهاية الإصحاح كان نهاية موفقة ومفرحة أيضا. أيها الأعزاء، فعلا ده درس لنا كلنا إن إحنا نكون أمناء في أي مكان وأي حتة نروحها، لأن مش مفروض إن إحنا نتنازل عن مبادئنا أو نتنازل عن إيماننا بسبب الظروف المحيطة. ده الإصحاح الأول من دانيال، وإلى اللقاء في مرة قادمة في الإصحاح الثاني من سفر دانيال. زي ما قلت لكم سفر دانيال يتحدث عن أمور أخروية ويتماشى جدا، أو زي ما قلت لكم هو قاعدة لسفر الرؤيا اللي هو آخر سفر الكتاب المقدس ويختص بالأيام الأخيرة. أشكركم للمتابعة وأرجو أن أراكم المرة القادمة في الإصحاح الثاني من سفر دانيال.